صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي حبه كل اثنين، أول يوم في هذا الأسبوع، بداية أسبوع جميل إن شاء الله، أسبوع إيجابي، ومبروك عليكم الإجازة الجميلة. إن شاء الله بتكون الأسبوع الجاي راح تكون إجازة حلوة نستفيد منها، ونحمد الله أول شيء طبعا بمناسبة الخبر الجميل. قلت ما يستوي أبتدي صحة وسعادة وما أقولكم عن، يعني أبارك لكم وأبارك لنفسي الإجازة الجميلة بتكون الأسبوع الجاي عشان العيد. ما شاء الله رمضان طار ما خلاص، وصلنا نهاية رمضان. أول شيء نحمد الله طبعا على نعمة الأمن والأمان وعلى نعمة الصحة والعافية، وطبعا دائما ندعو الولاة أمرنا بالصحة والعافية وطولة العمر. ولاحظوا دائما لما ندعي لما حد نحبه ويعز علينا دائما ندعي له شو؟ بالصحة وطولة العمر. الصحة جزء لا يتجزأ من حياتنا، سواء ندعي نفسنا لعيالنا لأحبائنا دائما ندعي بالصحة والعافية. وطبعا طالما نقول صحة أكيد برنامجكم صحة وسعادة اللي طلع عليكم كل يوم من الاثنين إلى الجمعة، نناقش فيه المواضيع الطبية اللي تهمكم، نطرح فيه أهم الأخبار الصحية والدراسات الصحية اللي تكون على الساحة، نستقبل فيه الضيوف اللي يناقشون مواضيع صحية تهمكم وتعنيكم حسب خلينا نقول الموسم، حسب الدارج حاليا مثل ما تشوفون الحين ببن رمضان. مواضيعنا يعني تتمحور حول رمضان، المرأة الحاملة ورمضان، أمراض المزمنة ورمضان، الربو ورمضان وغيره، وحتى الأطفال ورمضان وغيره وغيره، وحتى تطرقنا للأمراض النفسية ورمضان، لأن الصحة النفسية هي جزء أساسي من صحتنا الجسدية، ما نفصلهم عن بعض في أي ناحية، لأن الأمراض النفسية تؤثر سلبا وتعطينا أعراض تشبه أعراض الأمراض الجسدية اللي تجينا. فالصحة النفسية دائما يجب نهتم فيها، عشان شي إن شاء الله الإجازة اللي بتي لازم نستعد لها، نخطط لها جيدا، ما نقضي الإجازة كلها نوم والله وتخلص الإجازة وإحنا متضايجين وتعبانين لأن إحنا ما استفدنا من هالإجازة. ترى الإجازة على قوت أمي تشي بتخلص، لكن كيف نستفيد منها؟ خططوا لزيارات، طلعات، نشاطات، خططوا لها من الحين ورتبوا مع العائلة عشان تتجدد نفسيتكم. هاي فرصة ذهبية نجدد نفسيتنا بعد تعب الصيام والسهر. الصيام ترى حتى يعتبر ضغط نفسي وضغط جسدي، ما شاء الله ساعات الصيام مو بسيطة، الصيام متعب، فهذه فرصة ان احنا نستانس ونجدد نفسيتنا عشان نرجع لدواماتنا ان شاء الله، نخدم هذا الوطن بعد ما تخلص هذه الإجازة. طبعا مثل ما تعودت في صحة وسعادة نبتدي دائما بالخبر. الله الخبر جميل والله اليوم. مادة غذائية تساعد في إزالة دهون البطن، أتمنى ما يقولوا الشاي الأخضر، لا بس قالوا مادة غذائية. نشوف، تؤكد الدراسات الله ان دمج الألياف، ايوه احبائي انا احب الألياف، والبروتين وطبعا الحد من استهلاك الدهون غير المشبعة والحد من إضافة السكر المضاف وممارسة الرياضة من شأنه تخفيف الوزن وإزالة الشحوم. يعني قطعوا علينا كل السبل، لا سكر ولا دهون، أو خذوا ألياف وبروتين ومارسوا رياضة. وتعتبر أخصائية التغذية العالمية كورتني دانجيلو أن أفضل الخضروات للمساعدة في فقدان الوزن وتقليل دهون البطن هي السبانخ. تقول دانجيلو أو دانجيلو إذا ما أعرف اسمها كيف ينطق صح، السبانخ مليئة بالعناصر الغذائية مما يجعلها مغذية جدا وصحية لجسمك، إنها غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وكلها مرتبطة بتقليص دهون البطن. وفقا لأخصائية التغذية فإن أحد الأشياء التي تجعل السبانخ من أفضل الخضروات لفقدان الوزن والحفاظ على الصحة هو محتواها العالي من الألياف. وتضيف إن السبانخ نبات منخفض السعرات الحرارية، ولكنه يحتوي على نسبة عالية جدا من الألياف، تساعد هذه الألياف طبعا على الشعور بالشبع، يمنع الإفراط في تناول الطعام، تساعد الألياف على هضم الطعام وامتصاصه، وعلى الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي وتخليها تحت السيطرة. تشير الأبحاث إلى احتواء السبانخ على نسبة عالية من البروتين، ويوصي البعض بتناوله مطبوخا، حيث أن كوبا واحدا من السبانخ المطبوخة يساوي حوالي 5 جرامات من البروتين. ما شاء الله السبانخ طلعت فيه فوائد وايدة. أنا للأسف ما أكل السبانخ، بس ممكن يعني لو قدم بطريقة ثانية ممكن ناكل بما كلها الفوائد موجودة فيه. وبشكل عام الألياف ثم الألياف ثم الألياف، كثير من الناس في رمضان تشتكي دائما من إمساك غازات وصعوبة في الهضم، يحسون الأكل ما ينهضم عدل، عدم ما ينهضم عدل. السبب أنه ما في ألياف نضعها ضمن
على سفرة الفطور، أتوقع وايد من الناس ما تضيف الألياف على سفرة الفطور. أضيفوا طبق من السلطة كل يوم على سفرة الفطور، يساعد جدا أن تعطيكم الألياف، تأخذون فيتامين سي، يساعد على صحة الشعر، صحة الجلد وغيره. وهذا الكلام دائما إحنا نقوله للبنات خصوصا، دائما يشكون من أن عندها، ان بشرتها باهته، ان شعرها ما في لمعان، شعرها يطيح. دائما نوصي ان تتناول الخضروات كجزء من السلطه كل يوم. فالسلطه ما شاء الله يعني شيء جدا متنوع، يعني السلطه ما مو بنوع او نوعين او ثلاثه عشان واحد يقول بيمل. ممكن نجعل السلطه هي طبق رئيسي في رمضان عشان يساعد المعده انها تتهيئ بعد فترة الصيام. مثلا ممكن نخلي صحن السلطة فيه الحمص، نحط عليه حمص، الفلفل الأخضر البارد اللي غني بالفيتامين سي، شوية طماطم مقصصة، شوية كزبرة، كل هذا تمثل وجبة غنية بروتين وألياف. ونعصر عليه ليمون. ودائما نقول أي خضرة غنية بالفيتامين سي لازم تتقطع جريب وقت تناولها، لأن فيتامين سي من الفيتامينات الطيارة اللي تتطاير على طول. بمعنى لو أنا عصر الليمون، تعرفون هالليمونة الشهيرة تكون موجودة في ثلاجاتنا، نص ليمونة صار لها الدهر يابسة، بس مصرين إحنا نعصرها، ما نستفيد منها شيء ترى، يعني ما فيها فيتامين سي، بس اللهم طعم الليمون. فأي شيء، أي فاكهة، أي خضروات فيها فيتامين سي يوم تنقصها تستخدم على طول عشان نستفيد من الفيتامين سي. ليش نحتاج فيتامين سي دكتورة ندى؟ فيتامين سي يعتبر أحد مضادات الأكسدة، يساعدنا في الوقاية من أمراض الزكام. وما شاء الله تشوفون جو الحين متغير، وتلاقون لي هلا حفظهم شو عندي مكحة، شوي زكام خفيف. فتغير الجو هذا جدا يساعد الفيتامين سي أن يقلل من أعراض الزكام. فهذه نوع من أنواع السلطة ممكن احنا ناخذها على وجبة الفطور. ممكن نسوي سلطة للناس اللي تحب الحوامض أكثر، ممكن نسوي سلطة باستخدام الرمان. الرمان غني جدا بمضادات الأكسدة ومفيد جدا للكلية، لأن طبعا فترة الصيام احنا ما نشرب ماء، فتتم الكلية عملية تكرير الدم وإفراز تكرمون البول يكون شوية بطيء خلال فترة الصيام، بالتالي قد تترسب بعض الأملاح في الكلية، فنساعد الكلية بأن نتناول السلطة اللي فيها الرمان. الرمان جدا جميل، حتى الرمان ما يحتاج يعني نضيف عليه شيء، ممكن نحط رمان، شوية خيار مقطع، ملح، ليمون، فلفل أسود، شوي زيت زيتون، يعطينا طبق سلطة يجنن وجميل ولذيذ، ويعطينا إحساس اللي يسموه إحساس الساتسفاكشن أو الرضا، لأن القرمشة في السلطة تعطي إحساس، تساعد أن تعطي إحساس بالشبع ترى أكثر. في وايد دراسات طلعت أن بعض الناس اللي لما يأكلون يحس عمرهم ما يشبعون بسرعة، لأن الأكل يخلو من القرمشة. لأن نحن لما نأكل أي أكل ترى في أكثر من حاسة مشتركة في الأكل، حاسة الشم، حاسة البصر طبعا لما نشوف الأكل، حاسة التذوق، وحاسة السمع. القرمشة في الأكل تساعد أن الدماغ يجي الإحساس بالرضا وأنه يحس أنه بالشبع أسرع، بينما الأكل اللي ما في صوت القرمشة هذه ما يحسسنا بالشبع بشكل سريع. فهذا نوع ثاني من أنواع السلطة ممكن نحطه. وطبعا ممكن نحط تبولة، ممكن نحط فتوش، لكن دائما أنا أنصح للسلطة ما نكون كرمة بزيادة في زيت الزيتون. في كثير من الناس أتوقع أنه ما دام زيت الزيتون صحي والدكاترة يقولون في دهون غير مشبعة وفي مضادات أكسدة، ما نكثر، لأن في سعرات حرارية عالية في زيت الزيتون. لكن نحط زيت الزيتون على السلطة، نحط زيت الزيتون على السلطة، زيت الزيتون جميل جدا للهضم، يساعد أنه ما يصيبنا إمساك، يساعد الجسم على أنه يحمي نفسه من أمراض، من التهابات، لأنه غني بزيت الزيتون. طبعا مع السلطة هناك الشوربة، أيضا الشوربة فيه يعني مجال كبير واسع أن إحنا ننوع في الشوربة بحيث ما نتملل كل يوم. لكن وجود السلطة كل يوم أرد أقول مهم جدا لجهازنا الهضمي. وتشوفوا ما شاء الله السبانخ شكذا طلعت فيها فوائد، وتقريبا كل الخضروات والفواكه غنية جدا بعدد كبير من الفوائد، بس اللي علينا إحنا ناخذ الوقت ونقطع الخضرة ونستمتع وإحنا نحضر صح طبق السلطة. وممكن نخلي هالي يساعدونا، نعطيهم ست شيء مبحاد، ونخليهم يقطعون الخضرة المش صغيرة، يعني ما نخليهم يقطعون مثلا فجل، الفجل وايد صغير، ضيفوا الفجل، الفجل جدا جميل في السلطة، غني جدا بمضادات الأكسدة. وغير اللون الأحمر الجميل هذا يطفي لون جميل. خلي قصون خيار، خلي قصون عيالنا خس، خلوهم يساعدونكم في المطبخ، يحس إنه يعني أنتج في هذا اليوم. أنا ولدي ذياب الله يحفظه قبل رمضان بأسبوعين رايحين مزرعة مع المدرسة، ويبين خضرة، يبي حبتين خيار، حبتين
فلفل اخضر حبتين فجل. لين اليوم مسوي السلطه يقول هاي من الخضره مال المزرعه، اقول له هي اي خضره مزرعه، خلصت خضره المزرعه، بس عشان يحس انه ويحس ولدي بالفخر انه يعني انا جايب الخضره اللي امي حطتها في السلطه، معناها كناها من زمان يعني، بس عشان يحس انه هو ويتحمس ويقصص معاي في المطبخ، يحس انه هذه خضرتي اللي انا جبتها وانا اقصصها عشان امي تاكلها في السلطه. فخلينا نخلي العيال يحسون بالفخر هذا الجميل ترى، يعني يخليهم يحسون افضل ويخلي ثقتهم في نفسهم اعلى. رح نطلع إن شاء الله الحين فاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا فقرة تغذوية بعنوان معتقدات غذائية خاطئة، فابقوا واتذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أهم شيء في الاستوديو عايبتلي مسافة الليمون المحطوطة من دهر في الثلاجة، لا تحطون ليمونات من دهر في الثلاجة، استخدموا الليمون في نفس اليوم، لا تحطون ليمون تي بس ما تستفيدون منها، يخلص الفيتامين سي منها. الحين نروح لفقرة التغذية. طبعا التغذية والصحة أنا أحسها أحد المجالات المرتبطة بمفاهيم خاطئة كثيرة خصوصا في السوشيال ميديا، يعني في إفتاءات في مجال التغذية، هذا خلى التفاح تشربين على الريج، ما ادري حطي زنجبيل على وجهك يضاعف وجهك، ما ادري في وايد اختراعات في السوشيال ميديا متعلقه بالغذاء والصحه. طبعا للاسف في وايد يصدقون هالمعتقدات الخاطئه ويضرون نفسهم، خصوصا لما تكون المعتقدات تؤدي الى عواقب مثل ما نقول وخيمه، يعني مثلا شرب الخل خل التفاح على الريج، لا فنجان قهوه كامل على الريج، شرب خل التفاح وغيرها من المعتقدات الخاطئة تؤدي إلى أن تأثيرات بعيدة المدى على صحتنا، وبعضها قد يتطلب علاج وايد طويل. فحلقتنا اليوم بتكون عن هذه المعتقدات الغذائية الخاطئة، بتكون معنا الأستاذة ريهام أحمد اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي. صباح الورد أستاذة ريهام. دكتورة أهلا فيك، حياك الله في صحة وسعادة. أهلا وسهلا، أهلا فيكم. طبعا أستاذة ريهام، معتقدات الخاطئة العلاقة تربط التغذية بالصحة كثيرة وايد، ولو فتحنا المجال يمكن ما نخلص في 3 ساعات، لكن بشكل عام شو أكثر المعتقدات الغذائية الخاطئة اللي تمر عليكم كأخصائيين تغذية؟ صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في كثير من المعتقدات زي ما تفضلتي دكتورة اللي بتداولها الأشخاص، في منها الصحيحة وفي منها الخاطئة. يعني فيما يتعلق بالتغذية وبالغذاء، في للأسف في يعني كمية كبيرة منها بتكون معلومات خاطئة وما بتعتمد على أساس علمي، فيعني لازم نصوبها ودائما نحاول ناخذ المعلومة من مصادرها العلمية الصحيحة من مصادر موثوقة. نستعرض شوي من هاي المعتقدات، مثلا كثير بيجينا ناس إنه بيتكلموا إنه الكربوهيدرات هي السبب اللي بتخليني أزيد الوزن، هي اللي بتسبب السمنة، فأنا عشان ينزل وزني لازم أبتعد عن الكربوهيدرات. وانتشرت يعني في الفترة الأخيرة أنه أنا لا ما بأخذ كاربس بالمرة، مع العلم أنها الكربوهيدرات يعني أحد العناصر الغذائية الأساسية، هي أساساً يعني مصدر الوقود، مصدر الطاقة للجسم، بلجأ لها الجسم حتى يقوم بالعمليات الحيوية المختلفة. في منها أنواع، مثلاً الكربوهيدرات اللي هي النشويات اللي هي الكربوهيدرات المعقدة، وفي الكربوهيدرات البسيطة اللي هي السكريات الموجودة في الحلويات وبالكيك وبكذا. الكربوهيدرات المعقدة النشويات هي اللي دائماً ننصح إنه الواحد يأخذها لأنها بتعبي المعدة، بتحسس الإنسان بالشبع. المفروض 50-60% من مجموع السعرات الحرارية اللي أخذها تكون من الكربوهيدرات، فما يعني ما بصير أكنسلها، أحذفها نهائي من الأكل لأن أنا بدي أنزل وزن. يعني بدل ما ألجأ لهاي الحلول الخاطئة، أنا ممكن يعني أحاول أني أستهلك سعرات حرارية ضمن المسموح فيها باليوم، أمارس نشاط بدني حتى ينزل الوزن، بس مش أني أكنسل الكربوهيدرات، هاي فكرة جدا خاطئة. هذه واحدة من المعتقدات. أيضا أنه في بعض الأطعمة اللي بيكون مكتوب عليها low fat أو fat free، هاي ما فيها سعرات حرارية فأنا ممكن أخذها براحتي، هذا كمان معتقد خاطئ. صحيح انها هي سعرات دهون اللي فيها اقل من انها لوفات او فات فري، بتكون كميه الدهون اللي فيها اقل من الاطعمه كامله الدسم، بس هذا لا يعني انها هي مثلا زيرو كالوريز، ما فيها سعرات حراريه، هي ممكن بالعكس يكون مضاف لها بعض الاطعمه مثلا طحين، نشا، ملح لحتى نعزز النكهه، فهي ابدا مش خاليه من السعرات الحراريه. فالمفروض انا اقرا البطاقه الغذائيه، اذا ما عرفت اقراها ألجأ لأخصائي تغذية يساعدني أن أقرأ البطاقة الغذائية، بس مش معناها لوفات إنها ما فيها سعرات حرارية، فهاي من بعض المعتقدات أيضا اللي بنواجهها يعني دائما.
في كمان أوقات حذف حتى وجبات كاملة، مش فقط عنصر غذائي، حذف وجبة كاملة، يعني سكيبنج الوجبة كلها عشان أنا أنزل وزن أو أحصل على نتيجة أسرع في تنزيل الوزن. النتيجة أوقات بتكون، أو في أغلب الأوقات بتكون العكس، أنا لما بحذف وجبة من الوجبات الرئيسية في اليوم، سبحان الله، يعني أجسامنا مصممة من رب العالمين بدقة متناهية. الجسم لما متعود على سعرات حرارية كبيرة أو معدل من سعرات معين من السعرات الحرارية، وفجأة أنا أصير أعطيه نص الكمية اللي أنا متعود عليها، أو يعني بطريقة غير محسوبة، بصير الجسم بحس إنه لا، أنا دخلت في مرحلة إنه مثلاً ما ممكن، ما زي مرحلة المجاعة، إن أنا ممكن ما أحصل على كمية معينة من السعرات الحرارية فيما بعد، فبصير حتى حرق السعرات الحرارية أقل. صحيح. بالإضافة إذا أنا ممكن أكنسل وجبة، مثلاً كنسلت وجبة الفطور أو وجبة الغداء، باجي على الوجبة اللي وراها حاس أكيد بالجوع، فبدي أخذ كميات أكبر من الأكل. فهي الحل إني أنا مش أحذف وجبة، في النهاية أنا بدي أستمتع في الأكل، بدي أخذ الوجبات الثلاث، بدي أخذ ممكن سناكس بينهم، بس هو في السعرات الحرارية اللي أنا بتناولها إنها تكون مثلا وجبات صحية قليلة الدهون، فهي أيضا كمان من المعتقدات. في كمان دكتورة معتقد إنه أنا مشروبات الدايت اللي بتكون زيرو كالوري، هذه يعني زيها زي الماء، ما هي ما فيها سعرات حرارية، فأنا ممكن أخذها زي ما بأخذ الماء، وللأسف هي بتصير لما الواحد بتعود عليها ببطل يشرب ماء. يعني هناك ما في أساسا مجال للمقارنة بين مشروبات الدايت هاي والماء، الماء بفوائده العظيمة جدا لا يقارن بمشروبات الدايت حتى زيرو كالوري، لأنها هي بتكون فارغة من الفائدة الغذائية يعني، وغير صحية أبدا، فهي ما بتتقارن أبدا بالماء، ومش أبدا مش صحية، ولا يعني ما بن يعني ما في أنا أخذها بديل عن الماء، لأنها والله ما فيها، لأنه ما فيها سعرات حرارية زيها زي الماء، فأبدا هذا المعتقد مش صحيح. في أيضا من اللي بنواجههم كمان من الأسئلة دائما إنه أنا يومي يعني دائما أنا بيزي، يومي فل، ما في أخذ تغذية سليمة، فأنا بستعيد عنها بالمكملات الغذائية. يعني لا يوجد مكمل غذائي ممكن يغني أو يأخذ مكان الأكل الصحي، هو من اسمه مكمل، المكمل دائما بيكون تابع لشيء أساسي اللي هي التغذية السليمة. فأنا ما فيها مثلا ما أهتم بصحتي، ما أهتم بأكلي، لا، ما أنا بأخذ فيتامينات أو مكملات غذائية. هي المكملات الغذائية كمان إذا أخذتها بدون استشارة الطبيب أو بدون ما يكون جسمي بحاجتها، هي ممكن تسبب لي ضرر كبير. صحيح. في النهاية لازم أستشير الطبيب، لازم يكتب لي على فحوصات معينة، يعني هي مش شيء إكسترا، هي شيء بيكمل في حالات معينة، في حالات ممكن بعض الظروف الصحية، بعض الأمراض تتطلب مني إن الطبيب يوصف لي بعض المكملات الغذائية، أوكي تحت إشراف الطبيب، بس أنا مش بهمل أكلي مثلا وبلجأ للمكملات الغذائية. مستحيل يكون في مكمل غذائي يغنيني عن الأكل الصحي السليم. بعض المعتقدات أيضا إنه السكر البني صحي أكثر من السكر الأبيض، يعني مش كل شيء عشان هو لونه عشان هو لونه بني، لا مش عشان لونه بني، أيوة صحي، في النهاية هم اثنين من السكريات البسيطة، السكر الأبيض ممكن مكرر أكثر، صحيح، بس هم اثنين من السكريات البسيطة، اثنين إذا بأخذهم بكميات كبيرة بدون كنترول بدهم يرفعوا السكر وبدهم يزيدوا الوزن وفيهم سعرات حرارية، فهاي بدها تكون ضمن كمية السكريات أو الكربوهيدرات اللي المفروض أنا أخذها يوميا، بس مش معناه أنه بني لا خلاص هذا صحي أبدا. ونفس الكلام بالنسبة للعسل، العسل جدا مفيد، والعسل خاصة العسل الطبيعي جدا مفيد وفيه فوائد جمة، بس يحتوي على سكريات. يعني العسل الطبيعي مش بس فقط لأنه طبيعي أنا ممكن أخذه بدون حساب، يعني مفروض يكون من ضمن الكميات السكريات أو السعرات الحرارية من الكربوهيدرات اللي بأخذها في اليوم. يعني تقريبا الملعقة الكبيرة من العسل فيها تقريبا 68 سعر حراري، من السكر الأبيض فيها حوالي 49، فهو فيه يحتوي على يعني يحتوي على سعرات حرارية، طبيعي وصحي ومفيد، بس طبعا بده يكون يعني من السعرات الحرارية أو من كمية الكربوهيدرات اللي أنا بأخذها باليوم. يعني أنا ما في أخذه مثلا لأنه بس طبيعي أخذه بدون حساب، أخذه بكميات صحيح. كبيرة أكيد صحيح. أكيد ممكن يرفع لي السكر يعني. يعني هذه تقريبا بعض المعتقدات. في بعض المعتقدات إنه زيت الزيتون فيه دهون أقل من الزيوت الأخرى، زيت الزيتون منجم فوائد، في يعني في كل الفوائد اللي الإنسان ممكن يتخيلها من ناحية الفيتامينات، في فيتامين إي كي، في مضادات أكسدة،
الدهون اللي فيه دهون صحيه، بس يعني في سعرات حراريه يعني انا ما في خاصه ستات البيوت استخدمه بدون احتراب، يعني بكل شيء اضيف زيت الزيتون جدا صحي جدا مفيد زي ما اتفقنا، بس في النهايه سعراته الحراريه زي الدهون الاخرى. اللي بيختلف انه زيت الزيتون صحي، احماض الدهنيه اللي فيه اللي هي غير مشبعه فهو جدا صحي. الدهون الثانيه فيها احماض غير مشبعه اللي هي بعضها بتكون سيئه، بس من ناحيه السعرات الحراريه يعني تقريبا نفس الشيء. فانا اوكي بستخدم زيت الزيتون لانه هو صحي، لانه مفيد للقلب، لانه ممكن ينزل الكوليسترول، فوائد الاخرى من الفيتامينات، بس ما يعني ما بستخدمه بدون حساب. يعني في النهايه كل ملعقه صغيره فيها 45 سعر حراري من زيت الزيتون، فانا بدي انتبه اني ما اتجاوز الكميه لانه ممكن اسرع زياده الوزن. صحي ما اختلفنا، بس في سعرات حراريه ممكن يزيد الوزن اذا اخذته انا بدون يعني بدون ما انتبه عليه. أكيد. في كمان من بعد إذنك دكتورة، في كمان معتقد إنه مثلا خاصة الموضة الأخيرة رائجة إنه جلوتين فري جلوتين فري جلوتين فري دايت، يعني صح. الجلوتين اللي هو نوع البروتين الموجود في بعض مثلا في القمح في الشعير، في ناس كثير عندها حساسية من الجلوتين، فبدك تتجنب الأطعمة اللي تحتوي على الجلوتين، أو في ناس عندهم مرض اللي يسمى مرض السيلياك اللي هو المرض مناعي، يعني بيكون مفروض يبتعد عن الأكل فيه جلوتين. بس انا يعني اذا انا ما عندي مشاكل او حساسيه، او اذا انا متعود اخذ مثلا الخبز العادي بدون ما يسبب لي مشاكل، ما في داعي ان الجا لمنتجات الجلوتين فري الا اذا كان في داعي صحي، اذا كان في عندي حساسيه ما بتحمله، سبب لي نفخه، غازات، هالامور هذه تحت بند اللي هي الانتوليرانس او عدم التحمل، او يكون الانسان عنده مرض السيليك. بس عدا عن هيك يعني ممكن انا اخذ عادي وما يسبب لي مشاكل. فهذه يعني تقريبا بعض الامور اللي بعض المعتقدات يعني اللي ممكن الناس تفكرها انها يعني صحيحة، بس لا لازم نوضحها. اكيد. وطبعا شو هي المصادر اللي تنصحين الناس ان تعتمد عليها للحصول على المعلومات الغذائية الصحيحة؟ يعني دائما انا بحب يعني الواحد يلجأ لاصحاب الاختصاص، يعني الموثوق فيهم، ذوي الخبرة، يعني من العلم اللي اكتسبوه، من الخبره اللي اكتسبوها، بيكون هم يعني اقدر الناس انهم يعطوني المعلومه الغذائيه الصحيحه. لانه ممكن انا اذا لجأت لمصادر غير موثوقه يعني اثر سلبيا على صحتي، مش كفرد فقط، ايضا على المجتمع. لانه انا اذا تناقلت معلومات خاطئه بين مثلا في عائلتي، او من احد من العائله راح نشر الخبر مثلا، او اعطى المعلومه الخاطئه لاحد من الاصحاب او في العمل، فانا صار الضرر يعني مضاعف، مش فقط على الشخص، صار على يعني على اكثر من حد اذا انا نقلت معلومه غذائيه غير صحيحه. فهي طبعا لازم نستقي معلوماتنا من اصحاب الاختصاص، ممكن من الجهات المختصه، في بعض المواقع اللي هي الموثوقه، منظمات عالميه موثوقه على اسس علميه، ممكن اخذ انا المعلومات منها. ممتاز. أنا شاكرة لك أستاذة ريهام أحمد، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بتبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص المعتقدات جزيلاً. الغذائية الخاطئة. شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا جزيلا. شكرا لك. مع السلامة. شكرا جزيلا. مثل ما قالت أستاذة ريهام أن هذا ترى جزء من المعتقدات الغذائية الخاطئة، خلينا نقولها الأكثر شيوعا، اللي دائما يسألون عنها أخصائي التغذية، ودائما ما نشوفها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. أكيد أي معلومة غذائية إحنا شاكين فيها ما يت من مصدر موثوق مثل أخصائي تغذية، طبيب أسرة، يجب أن نستقيها من المصدر الأصلي، عشان ما نضر نفسنا وما نضر صحتنا. ممكن يكون حد صحته ممتازة لكن مثلا يبي ينزل وزنه، سمع أنه في أكلة معينة، شرب معين، عشبة معينة تساعد مثلا في تنظيم السكر، في تنظيم الضغط وغيره، وهو صحته ممتازة، ياخذ هالعشبة أو هالأكلة وبعد هذا تستوي له مضاعفات تستوجب العلاج. فدائما خذوا المعلومة من مصدرها الصحيح، وما ننغر ببعض النتائج الموجودة في السوشيال ميديا. وحد تقولك والله شهرين نزل 30 كيلو 40 كيلو عشان شربت شاي، شربت كلت بسكوت، أيا كان، ما ننغر بهذه النتائج. هناك كثير من المعلومات المضللة الغير صحيحة، النتائج تكون غير صحيحة، ولكن مثلا ضعفت سوت عملية أو أيا كان، سوت نشاط رياضي، ولكن عشان إعلان هذا المنتج تقول أنا والله عشان مشيت على هالمنتج ضعفت الكثر. فخصوصا لما نلاقي النتائج شوية غير معقولة، مثلا خلال 6 أسابيع أو شهرين شخص يتغير تماما، ينزل وزنه 30 و40 كيلو، أو شيء هذا غير صحي. ثاني شيء النتائج تكون مشكوك فيها، ما نأخذها خوفا على صحتنا. راح نروح فاصل إن شاء الله، بعد الفاصل نكمل. صحة وسعادة. صحة وسعادة.
ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. موضوعنا الحين موضوع جدا مهم وهو عن الأسبوع العالمي للتحصين. يحتفي العالم في الأسبوع الأخير من شهر أبريل أو شهر 4 من كل عام بالأسبوع العالمي للتحصين. تهدف منظمة الصحة العالمية من هذا الأسبوع لتعزيز استخدام اللقاحات لحماية الناس من جميع الأعمار ضد الأمراض. ووفقا لتقارير المنظمة فإن التحصين يساعد بالفعل في إنقاذ الملايين من الأرواح كل عام على مستوى العالم. واعتقد التحصين أو التطعيم معروف من سنوات، ابتدأ أو شيء بتحصين أو تطعيم الأطفال، وشفنا الأمراض اللي إحنا نطعم اليهال ضدها أصبحت غير موجودة، وحتى ما سوت اللي موجودة في بعض الأماكن ما تستوي فتاكة نفس ما كانت قبل. كانت الأمراض تقتل الأطفال، لكن الآن مع التطعيم الحمد لله ما صارت الأمراض موجودة. قضينا على كثير من الأمراض بفضل التطعيم، وشفنا أيضا في ضمن جائحة خلال فترة جائحة الكوفيد اللي مثل ما نقول ما له علاج معين للكوفيد، لكن كان السلاح الوحيد الموجود لنا هو التطعيم. وشفنا مع التطعيم قلت حالات الإصابة، قلت حالات الدخول في العناية المركزة، قلت حالات الوفاة بشكل كبير جدا 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 جدا. وشفنا الناس اللي ياها الكوفيد قبل وبعد ما طعموا كيف كان، بعد ما أخذوا تطعيم صحتهم كانت أفضل، ما تعبوا وايد، يمكن أعراضهم وايد خفيفة. فنحن هنا دائما نشجع على موضوع التطعيم. بنتكلم عن التطعيم وأهمية التطعيم. يسعدنا تكون معنا الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي. صباح الورد دكتورة هند. حياك الله في صحة وسعادة. حي الله يحييك. دكتورة هند، نتكلم أول شيء نبدا عن الأسبوع العالمي للتحصين. شو هذا الأسبوع اللي يحتفي فيه العالم كل عام في أبريل؟ طبعا هذا أسبوع التطعيمات العالمي تحتفل هذه المبادرة من منظمة الصحة العالمية احتفالا وتوعية الناس عن أهمية التطعيمات. هذه مبادرة سنوية تطلقها منظمة الصحة العالمية، وطبعا احنا في دولة الإمارات جدا مهم عنا ان احنا نزيد من جودة الحياة للأشخاص وحمايتهم من جميع الأمراض المعدية. اخذنا هذه المبادرة على عاتقنا واطلقنا بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومركز أبو ظبي للصحة العامة، اطلقنا أسبوع التطعيمات العالمي بشعار التطعيم الحياة، long life will live. طبعا هدف هذا الأسبوع ان احنا بنسلط الضوء على العمل الجماعي والمطلوب والتشجيع على استخدام اللقاحات لحماية الناس من جميع الأعمار من جميع الفئات المستهدفة. وأيضا جدا مهم ان احنا نزيد وعي المجتمع بأهمية هذه اللقاحات ونذكرهم أيضا بضرورة أخذهم لهذه اللقاحات. ممتاز. دكتورة هند، نتكلم عن الأمراض الرئيسية التي يتم التحصين منها وفعلا أهمية التحصين بعد ما بدينا حملة التطعيمات، شو أهميتها في القضاء على هذه الأمراض؟ طبعا التطعيمات أثبتت فعاليتها على مدى سنين طويلة دكتورة. آخر تطعيم أثبت فعاليته هو تطعيم لقاح كوفيد 19 اللي أثبت فعاليته ودوره الفعال في مكافحة هذه الجائحة وتقليل نسبة الوفيات إلى جانب تقليل نسبة المضاعفات الناجمة عن هذا المرض. تطعيم كوفيد 19 هي إحدى اللقاحات اللي أثبتت فعاليتها. لو إحنا نرجع بالزمن للقاحات اللي أثبتت أيضا فعاليتها، أن لقاح الإنفلونزا اللي يؤخذ سنويا أيضا يساهم في تقليل نسبة المضاعفات الناجمة من الإنفلونزا إلى جانب تقليل أيضا نسبة الوفيات. ما ننسى أيضا لقاح شلل الأطفال اللي ساهم في تقليل، إحنا نعرف أن مرض شلل الأطفال هو مرض يعني له عواقب جدا وخيمة على الأطفال، ممكن أن تؤدي إلى إعاقات في أرجلهم وتعير أيضا حركة الأطفال. فبلقاح جدا بسيط، قطرات بسيطة يأخذونها الأطفال، تضمن لهم حياة طويلة بكل صحة وعافية. وأيضا عندنا تطعيم الجدري
اللي أثبت أيضا فعاليته في مكافحة هذا المرض وغيره وغيره من العديد من اللقاحات اللي أثبتت فعاليتها على مر العصور والسنين. ممتاز. في مفهوم خاطئ عند بعض الناس دكتورة هند بخصوص أهمية الالتزام بتوقيت ومواعيد التطعيمات أو التحصين، فشو أهمية التزام بمواعيد التحصين وأن نعطي التطعيمات للفئات المستهدفة الكبار السن والأطفال في مواعيدها وما نتأخر؟ تلاقي مثلا في خصوصا في صحة الطفل تلاقي بعض الأطفال ممكن يكون يمر سنة ما أخذوا فيه ولا تطعيم، ما أخذوا تطعيمات مال 6 3 6 9 شهور، فشو أهمية الالتزام بالتطعيمات؟ طبعا التطعيمات هي يعني تنعطى في وقت معين لأنه تكون سلسلة من التفاعلات المناعية في جسمنا. هي الفكرة أن إحنا نعلم جسدنا كيف يقوم بمقاومة هذا المرض إذا لا سمح الله في المستقبل تعرض للفيروس المسبب لهذا المرض أو البكتيريا. فالفكرة أنك أنت تأخذ الجرعات في مواعيدها الصحيحة لأنه عملية محسوبة بدقة، فجد كما هم أنك أنت تلتزم لما يقولوا لك تعال عقب شهر تعال عقب 6 شهور. هذا الشيء وايد مهم لأن الجسم يحتاج أنه يأخذ الجرعة الثانية من هذا التطعيم عشان يكمل سلسلة تكوينه للمناعة اللي هو يحتاجها عشان يقاوم هذا المرض في المستقبل. فهذا الشيء وايد مهم دكتورة، أن خصوصا في تطعيمات الطفولة أن الأمهات والأبات يشوفون بالضبط متى هي المواعيد. للأسف في الكثير من الأشخاص يقولون شوفي عادي شوفيها يعني إذا مو باليوم عادي بمرهم الأسبوع الجاي وبمرهم الشهر الجاي، وهم ينسون أن هذا الطفل يحتاج هذا اللقاح في هذا الوقت لأنه عبارة عن سلسلة من التفاعلات المناعية اللي يحتاجها جسمنا عشان يكون المناعة المكتسبة ضد هذا المرض. طبعا الكثير من الأشخاص يتوقعون أنه والله اللقاحات بس حق اليهال، وعقب 5 سنين ينسون شيء اسمه لقاح وما يدرون أنه فيه لقاحات تنأخذ في مرحلة المدارس. أيضا أطفالنا في المدارس في لقاحات معينة لازم هم يأخذونها ويحرصون أن هم يتأكدون أن أطفالهم حصلوا عليها، سواء كانت المدرسة تقدم لهم هاي الخدمة أو أنك أنت تأخذ طفلك والمرافق الصحية وتحرص على أخذه لهذه اللقاحات. وبعد في لقاحات أخرى كبار اللي إحنا البالغين أيضا يجب علينا أن إحنا نحرص على أخذها. الواحد يتحرى أنه والله إحنا مش أطفال عشان نأخذ لقاحات، لا، في لقاحات مخصصة للكبار، في لقاحات مخصصة لكبار السن، وأيضا في لقاحات معينة إحنا ننوه ونشدد عليه أصحاب الأمراض المزمنة أنهم لازم يأخذونها مثل المننجوكوكتل ومثل النمونيا. فإحنا نحرص أن الأشخاص يعني يتأكدون أنهم يأخذون هذه اللقاحات، مش عشان إن والله أنتوا كل مرة تطلعوا لنا بلقاح الجدول الاسم اللقاح عشان يحط في الجدول، وعشان إحنا نقول لك إنك أنت لازم تأخذ هذا. القرار صار عقب سنين من الدراسات وسنين من الأرقام والبحوث اللي أثبتت فعاليتها، لذلك إحنا نقوم بإضافة هذه اللقاحات في جدول التطعيمات، وأيضا ننوه ونشدد على الأشخاص بضرورة أخذها. ممتاز. دكتورة هند، لو نتكلم عن الجهود اللي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لتشجيع اللقاحات وتوعية الجمهور بأهمية أخذ اللقاحات. طبعا نحن هذا الأسبوع عندنا العديد من الفعاليات اللي بنسويها بالتعاون مع وزارة الصحة وأيضا نقطة أبوظبي للصحة العامة. بيكون هناك جلسة حوارية للحديث أكثر عن تفاصيل التطعيمات هذه، وعندنا أيضا العديد من الورش اللي بتقوم فيها هيئة الصحة لتوعية المجتمع وأيضا لتوعية الطاقم الطبي بضرورة أخذهم لهذه اللقاحات وشو هي اللقاحات المقترحة. إلى جانب أيضا قمنا بتعميم استبيان عشان إحنا نعرف رأي المجتمع عن شو رأيك في اللقاح، هل أنت تعرف إن في لقاحات؟ نبي نعرف بس مستوى الوعي عندهم دكتورة، نبي نعرف هل هم مع أو ضد مع أو ضد التطعيمات، وليش هم مع وليش هم أيضا ضد. جدا مهم إن إحنا نعرف رأي المجتمع عشان إحنا نقدر ننسق ونركز على أشياء معينة في حملاتنا التوعوية المستقبلية.
وطبعا في العديد من النشرات والبروشورات والعديد من المنتجات التوعوية اللي سوف تنعرض في وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المجتمع بأهمية هذه اللقاحات. ممتاز. في رسالة أخيرة حابة توجهها دكتورة هند العوضي لمستمعينا بخصوص اللقاحات. في شيء جدا مهم أذكر اللي عندهم أطفال، اتأكدوا أن أطفالكم جدول تطعيماتهم محدد وأنهم حصلوا على جميع التطعيمات اللي هم يحتاجونها، وأيضا ما دامكم شيكتوا على أطفالكم أيضا اتأكدوا أنكم أنتم أيضا حصلتوا على اللقاحات اللي أنتم تحتاجونها، وتأكدوا أيضا أن كبار السن بعد حصلوا على اللقاحات المطلوبة لفئتهم العمرية. ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك دكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي، شكرا لمداخلتك معنا اليوم بخصوص الأسبوع العالمي للتحصين. شكرا شكرا شكرا. مثل ما قال دكتورة هند، ترى التطعيمات أو التحصينات أو بالعامين سيف المرض الشنتار مو فقط للأطفال ولكن حتى للكبار، المرضى الذين يعانون من مرض السكري دائما ننصحهم أن يأخذون تطعيم المكورات أو الرئوية أو بعض الناس يعرفونه باسم نيموكوكل لحماية هذه الفئة من الإصابة بالتهابات الرئة والمكورات الرئوية اللي ممكن تؤدي أن يدخلون إلى العناية المركزة، يؤدي لمضاعفات شديدة حتى يؤثر في التحكم بمرض السكري. فالتطعيمات شيء جدا جدا مهم، يجب أن نحرص أن احنا ناخذ التطعيمات في وقتها، ما نأخر التطعيم، ما نتهاون في موضوع التطعيم، نقول والله الأمراض هذه مش موجودة الحين، فعادي حتى لو أخذت التطعيم، حتى لو أخذت التطعيم بعد شهر فترة طويلة. التطعيمات وجدت بهذا الجدول المعين لأن تمت بعد دراسة هل الأوقات أو الأيام أو التواريخ تنعطى، ما تنعطى عبثا، لكن مثلا لما نقول هاتوا على العمر 3 شهور ثم 6 شهور ثم 9 شهور ثم سنة، سنة ونص، 5 سنوات وغيره وغيره، لما تنعطى تم تقسيم التطعيمات عشان تعطى بهذا الجدول، فهو لتحفيز مناعة الجسم بطريقة مدروسة عشان الجسم يكون الأجسام المضادة ضد هذه الأمراض، فما نتهاون فيه، ما نأخره. ونقطة جدا 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 مهمة في دفتر التطعيم اللي يكون عندنا، بعض الأهل يعطون بعض التطعيمات عندنا في هيئة الصحة، البعض الثاني ممكن نعطى في الخاص. أنا دائما نصيحتي للأمهات يجب أن نحرص أن يكون في على الأقل دفتر تطعيم واحد متكامل، لأن وجود أكثر من دفتر تطعيم قد يؤدي أن تضيع بعض التطعيمات، قد يأخذ الطفل تطعيمين متشابهين من غير قصد، وهذا استوى مع ولدي نواف الكبير، أعطيته تطعيم في الخاصة لما كان صغير، بعدين لما رحت أعطيه في هيئة الصحة ما كان عندي دفتر تطعيم الثاني، وما تذكرت صراحة شو التطعيم اللي هو كان ماخذنا، فخذ تطعيمات حسب الجرعة الموصى بها، هو تطعيم واحد بس خذه، وكان فضي خذ 3 تطعيمات، خذ واحد فقط، وبعدين ما كنت جايبه معي الدفتر، خذ 3 تطعيمات، طلع أن عنده دبل، خذ نفس التطعيم مرتين. فاحرصوا دائما 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 أنكم يكون في دفتر تطعيم واحد، يكون في كل جدول تطعيمات ونحافظ عليه، لأن المدارس تطلب دفتر تطعيمات، المدارس دائما تشدد على موضوع دفتر التطعيمات، حتى أكثر من مكان، حتى الحضانات تشدد على موضوع التطعيمات، أن يكون الطفل ماخذ تطعيماته كاملة. وأنا أنصح دائما الأهل أنهم يتواصلون مع المدرسة بخصوص استمرار التطعيمات، يعني في الأطفال أحيانا ينعطون على الصف الأول لما يكونون 7 سنين، لا مو 7 سنين، 5 سنين وشوية أو 6 سنين، يعطون جرعات من التطعيمات، فتواصل مع المدرسة أيضا عشان ما يستوي نفس التطعيم يأخذ الطفل في مكانين مختلفين. احرصوا أنكم تعطون نسخة للمدرسة من تطعيمات عيالكم، بعض الأطفال يكون مكملين جدول تطعيماتهم في العيادات فما يحتاجون أي تطعيمات زيادة في المدرسة، فاحرصوا أن دائما تكون متابعين مع المدرسة لما يطرشوا لكم، المدارس يطرشون دائما إيميلات عن موضوع التطعيمات، أن أسبوع الجاي بنسوي حملة تطعيمات، بنعطي الأطفال هالتطعيم المعين، كونك إذا أنت كأم ما عرفتي أنصحك تواصل مع خدمة طبيب لكل مواطن في هيئة الصحة بدبي لخدمة الاستشارة عن بعد، تنزلون تطبيق هيئة الصحة، تحجزون موعد، ثم تتواصلون، يتواصل معكم الدكتور عن طريق الفيديو، وتقولون دكتور ترى هذا دفتر تطعيمات عيالي
مخطط هالتطعيمات في هيئه الصحه، والمدرسه مطرشين ايميل يبون يعطون التطعيم الفلاني، هل اعطيه او ما اعطي هذا التطعيم؟ عشان ناخذ الاستشاره الصحيحه، ولما نعطي الموافقه للتطعيم نتاكد ان عيالنا مو ماخذين هذا التطعيم من قبل. احنا وصلنا لختام برنامجكم، برنامج صحه وسعاده، ان شاء الله كنا نخفف عليكم على مدى هذه الساعه الاذاعيه. كانت معي في التنسيق ميرا الغفلي، وكان معي في الاخراج وائل قواسمه، وهذه محدثتكم دكتوره ندى المله. انا ما بلتقيكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، اسبوع الجاي اجازه، سالتقيكم ان شاء الله اسبوع بعد الجاي، ان شاء الله بعد العيد نتلاقى وياكم، يكون ايام فطر. اقول لكم كل عام وانتم بخير مقدما، واستانسوا في الاجازه، وخططوا لها وخططوا لها بشكل ممتاز عشان تستفيدون من كل يوم، من كل ساعه، من كل دقيقه، عشان نرد واحنا متجددين نفسيا و جسديا، ونحس ان احنا سعيدين اكثر، وتكون صحتنا اكيد افضل. انا اقول لكم في نهايه حلقه اليوم، دمتم بصحه وسعاده. صحه وسعاده.